مقيم فأنت تصلي صلاة المقيم، وإن كنت في عرف الناس مسافر فأنت تصلي صلاة المسافر. أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت هناك لأني لا أراك ولا أعرف وضعك، لكن لو جاز لي أن أحكم بالظن أو بغلبة الظن لقلت أن ما دمت أنت تذهب إلى تلك البلدة للتدريس وتستقر هناك أسبوعا أو أكثر فأنت في حالة استقرار، فأنت في حالة الإقامة. هذا حكمي على الغيب، لكن المبتلى هو أدرى بوضعه من الغائب مثلي، كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهمتني؟ نعم. لو سمحت جزئي أبسطه. أنا في عرف أهلي أنني مسافر، لو في عرف الناس أننا بدرس عندهم أننا مقيم. أنت في عرف طبعا لما بتكون عند أهلك فأنت مسافر ولا مقيم؟ في عرف أهلي أننا مسافر وأنا مسافر، في عرف الناس اللي بدرس عندهم فأنا مقيم. لا، في شيئين هنا. نعم. شيء يتعلق من البلد هذه إلى البلد هذه. نعم. بلدك هنا تسافر البلد الأخرى. نعم. أما بين البلدتين فأنت مسافر. نعم. فأهلك حينما يقولون عنك مسافر فأنا أنت مسافر. نعم. لكن أهلك لا يستطيعون كشأني أنا كما قلت لك آنفا، لا يستطيعون أن يحكموا عليك في بلدتك الثانية. نعم. أنك مسافر أو مقيم، وإنما أنت الذي تحكم. نعم. فهمتني؟ فهمت. طيب أعطي الدور لغيرك.